كلنا أمة واحدة. يا من وزعتم الحرية على العرب، يا من قدمتم لنا كيف نصبح بالحرية، شكرا لكم لكل العرب. إن هذا أجمل الدعاء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم علينا وعلى أمتنا الإسلامية الفرحة بأن نرى أمتنا تحت راية واحدة. نسأل الله أن يكون هذا عاجلا غير آجل، شاء من شاء وفهم أنها رايتنا، لأنه لا حكم إلا لله، ولن يحكمنا إلا حكم الإسلام. ونحن بإذن الله تعالى نعدكم يا أحرار مصر أن أقول لك قلب الحرية النابض بعد ثورتكم لن يعيش في العالم كله إنسان عبيد لعبد من العباد بعد ثورة مصر هذه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمها عليكم، أن تحققوا كل أهداف ثورتكم، وأن يخون كل من يريد أن يخون.